هنرجع طبعا في الجنيه اللي هو يا جماعة بتاع الفاو، الجنيه اللي هو مزيد من الطعام اللي هو بتاع الفاو بتاع 1973. الجنيه ده طبعا و1393 هجري، اوقات بتلاقي الهجري ده يا جماعة مختلف، بتلاقيه مثلا 1394 على 73 ماشي، واوقات بتلاقيه 92 على 72 و73، لان الهجري دايما بيلحق الميلادي مرتين، اوقات في اول السنة وفي اخر السنة، تمام؟ واحنا كلنا عارفين الكلام ده. فطبعا عندك الجنيه ده طبعا رقم كرواس مالناش دعوه منه، البلد طبعا مصر اللي الكلام ده كله ايه مالناش دعوه بيه. عندك مؤتمر اللي هو اللي بتاع عندك هو فضه من 720، فضه 720 ماشي يا جماعه. طبعا الوزن بتاعه 25 جرام، 25 جرام. القطر بتاعه يا جماعه 40 مللي. السمك بتاعه 2.5 من 10، تمام؟ ممكن الكلام مش واضح قوي، ولكن يعني هحاول ان انا ايه اوضح عن كده شويه، تمام؟ الواجهه طبعا قناه السويس، طبعا ما نذكرش الكلام ده، احنا هنيجي للاسعار دلوقتي والاثبات رسمي، تمام؟ الواجهه طبعا مكتوب عليه 73 اللي هو جمهوريه مصر العربيه، تمام؟ جنيه الفاو هو جنيه واحد اللي هو بتاع الفاو، يعني انتاج مزيد من الطعام يا جماعه. نشوف بقى الاسعار بالظبط بتتباع ازاي ومعموله ازاي في الكتالوج. طبعا يا جماعه ديت الاسعار هي للاشهر، تمام؟ لسنه 2022 اهو بيتباع بكام؟ اهو ب 26 دولار وتحت ب 24 وتحت 14 وتحت 31 ومتسعر ب 25 و38 سنت. فطبعا مش هنقول 25 38 سنت، احنا هنقول 30 دولار، لان هو فوق متباع اهو الخمسه منه في اهو في شهر سبتمبر اهو بكام؟ ب 31 دولار ونص. احنا هناخد يا جماعه ال 30 دولار، 30 دولار دول يعملوا كام يا جماعه؟ يعملوا حوالي 550 جنيه، 600 جنيه، يبقى ما يتباعش اقل من 600 جنيه ساق واحد، ويزيد عن كده ويتباع ب 700 جنيه وب 800 جنيه كمان. دي الاسعار، معمول منه كام قطعه؟ 50,000 قطعه بس. وادي اهو صك العمله اهوت او النقود، وبروف ما فيش منه بروف، بروف اللي هو العمله بتبقى التجاوب الاول قبل ايه ما تعمل صدرها، بيعملوا منها ايه؟ حوالي 3000 2000 ما فيش منها، في منها بس 50,000 قطعه. فقليل، عرفنا العمله دي بتتباع بكام يا جماعه؟ دي الاسعار بتاعتها اللي اتباعت به، اللي اتباعت به، فاحنا هناخد بالاغلبيه.